من الأسباب اللي خلاني أسجل جامعة بيرزيت هي أنها توفر منح دراسية للطلاب، كما أنه ما في هناك أي عائق مادي قدام أي حدا حابب يسجل بالجامعة. كمان طاقم تدريس الجامعة بتمتع بخبرة عالية بقدمها للطلاب، فبكون خريج جامعة بيرزيت متميز في سوق العمل. أكثر شيء بحبه بجامعة بيرزيت إنه فيها مساحة لكل الطلاب وفيها مفهوم تقبل الآخر، وهذا الإشي ما بتلاقيه في كتير أماكن تانية. بحب الجامعة لأنه ما بتتعصب للون معين، بتحترم رأي الطالب، بتقدر ظروفه. بيرزيت علمتنا نفكر دون خوف أو قيد، من بيرزيت علمنا احترام الرأي والرأي الآخر جوا الجامعة وبرا الجامعة. ممكن أكثر شيء بميز جامعة بيرزيت هو مجلس الطلبة اللي فيها، يلي هو بتشكل كل سنة من خلال انتخابات نزيهة وديمقراطية، والحركة الطلابية اللي هي بتشكل هذا المجلس يلي قدمت في سبيل الوطن الكثير من الشهداء والأسرى. جامعة بيرزيت بتاريخها العريق، بثقافتها الوطنية وثقافتها الأكاديمية وبكل مكوناتها أيضا، تجبر طلابها بل تدفعهم من بداية مسيرتهم التعليمية ومن اليوم الأول حتى يومهم الأخير في هذه المسيرة لخوض التجارب الحقيقية، التجارب الكفيلة بإخراج المؤهلات الكاملة، التجارب الكفيلة بإخراج الشخصيات القيادية الواثقة لإكمال مراحل حياتهم ما بعد الجامعة بمسؤولية كاملة ووعي كامل أيضا. أنا جيت سجلت في جامعة بيرزيت لأنها جامعة عريقة، مع أنه أنا جاي من مسافة بعيدة من مدينة طول كريم، كنت مفكر أنه المسافة رح تكون عائق أمامي لدراسة في هاي الجامعة. مع هيك لما دخلت وشفت ثقافة الجامعة ومميزاتها، كان هذا العائق بالنسبة إلي ولا إشي قدام اللي بتقدم لي إياه الجامعة. بحب جو بيرزيت وبحب طلاب بيرزيت، صحابي اللي عملتهم ببيرزيت، بحب دكاترة بيرزيت والحرم الجامعي ببيرزيت. بحب كيف بيرزيت بتخلينا نضحك وبتخلينا نعبر عن رأينا بصراحة، وبتخلينا نقول الكلمة وما نخاف إن قلناها وبس.